ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. متى صلح قلبك وصلح عملك فزت بالنجاة والسلامة وكنت في المنزلة العالية عند ربك عز وجل، ومتى خبث قلبك وخبث عملك بؤت بالعاقبة الوخيمة وصارت منزلته عند الله شر منزلة. ومن أعظم أسباب طهارة القلب وصلاحه الإكثار من ذكر الله كالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار، هذه أسباب صلاح القلب أيضا. وهكذا التوبة إلى الله من المعاصي من أعظم أسباب صلاح القلب، لأن المعاصي تمرض القلب وتضعفه وتقسيه. فإذا أكثر العبد من ذكر الله ومن قراءة القرآن وبدر بالتوبة طهر القلب وصلح واستقام أمره، وإذا تابع السيئات أظلم القلب وساءت حاله وقسى، وربما طبع عليه فلا يعقل بعد ذلك معروفا ولا منكرا. نسأل الله.